من أجل الحصول على الموافقة على تعديلات دستورية أو دستور جديد، لابد من موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، أي نتحدث عن 400 عضو. تحالف الجمهور لديها 322 عضو، يتحدثون عن أنهم بحاجة للتحالف مع حزب أحمد داود أغلو جيليجيك بارتسي، مع حزب علي باباجان الديفا بارتسي، مع حزب السعادة، وأيضا بعض من الأعضاء المنتمين لحزب الجيد. هل تعتقد بالفعل بأن أحمد داود أغلو وعلي باباجان وحزب السعادة من الممكن لهم أن يتماهوا مع مطالب تحالف الجمهور؟ ما رأيناه في عملية انتخاب رئيس البرلمان أعطى مؤشر على أن هذا الأمر ممكن. كانت هناك مفاجأة فعلا في اختيار نعمان قرطلمش، يعني منذ البداية وجد الجهبي بأنه يعني من خلال تحالفه لم يستطع أن يسوق مكافئا لنعمان قرطلمش أو يكون منافسا له، لذلك وجدنا أن مرشح الجهبي لم يحصد على أصوات كثيرة، حوالي 160 صوت بالمقارنة مع نعمان قرطلمش، أعطى مؤشرا بأن هناك حالة تفكك للطاولة السداسية أو لحالة المعارضة. ما أرى حقيقة أن هناك مخاض سياسي سيكون خلال سنة على الأقل. هذا المخاض يمكن أن تكون هناك فرصة كبيرة لحكومة العدالة والتنمية بأن تستقطب الكثير من أعضاء البرلمان الذين هم أحزابهم صغيرة وليس لهم حضور كبير جدا على مستوى البرلمان. عندما نتكلم عن الطاولة السداسية على مستوى السعادات والمستقبل، وأيضا بالنسبة لباباجان كلها حوالي 34 مقعد، ليس بالمقاعد الكثيرة 10 في 10 في 14، ولكن أعتقد أن تفكيك المشهد سهل أمر ليس بالصعب. تعديل الدستور ليس لمصلحة الأكبارتي وإنما هو لمصلحة الدولة التركية، لذلك أنت سيكون سقفك سقف الدولة التركية. لا أعتقد أن يعني أن يكون هناك مماحكات على مستوى المعارضة أمام معركة الدستور، سيما وإذا علمنا أن الجميع يتعاطى مع مشهد يعني تغيير الدستور، ولكن كله له لديه قناعة أو رسالة أو خط لتغيير الدستور. الآن البحث عن القواسم المشتركة هو الحل. إذن ليست المشكلة بإقناع الجميع في أن يكون هناك دستور جديد، المشكلة أو الهم الأكبر أن يكون هناك قواسم مشتركة تجمع كل هؤلاء في بوتقة تصب في مصلحة الشعب التركي والدولة التركية كدولة قادمة إلى مئوية جديدة بطموح كبير جدا. يعني هل من الممكن إذن أن نشاهد أحمد داود أغلو يتحالف من جديد مع أردوغان؟ قد لا يكون هناك تحالف، ولكن سيكون هناك تصويت لمصلحة الدستور بشكل واضح، يعني أن يكون التحالف حول هذه الخطوة بذاتها وليس تحالف على مستوى العمل السياسي بالمطلق. يعني لأقولها بصراحة، الآن يغلب على التوجه بالنسبة للسعادات أو بالنسبة لداود أغلو أو باباجان، يغلب على توجهات أعضاء برلمانهم سلوك المحافظ. هل إذا اقترح الآن قانون سواء من أكبارتي أو من أي تيار آخر استطاع أن يعرض يعني تفصيل لقانون يصب في مصلحة التيار المحافظ، هل سيعترض داود أغلو نكاية في يعني في موضوع لأن الأكبارتي يصوت لهذا الأمر؟ لا أعتقد هذه الأمر مشروعا. حكومة العدالة والتنمية تطرح مشروع للدولة التركية، أفترض أنا أن المعارضة التركية سيكون لها قواسم مشتركة مع الحكومة إذا كان يصب ذلك في مصلحة الشعب التركي، عندها سيكون لها نوع من استقطاب لجماهير، شريحة من الجماهير. أما أن تكون تابعا للسعادات وتصوت ضد قانون مثلا يسهل أمرا للتيار المحافظ كون أنه مقترح من الأكبارتي، إذن ستخسر شعبيتك على مستوى التيار المحافظ الذي قدم صوته إلى السعادات. لا أظن أن السعادات سيتخلى عن هذا الجمهور الذي يدعمه ويطلب منه أن يصوت لمصلحة التوجه المحافظ الذي هو ركيزة تعتمد على ثقافة الشعب التركي، والذي هو ركيزة وجدناها حاضرة في الانتخابات في الجولات الماضية عندما وجدنا أن كليتشيدار أغلو نفسه يريد أن يصدر قانونا يعني ليحمي الحجاب بالنسبة للفتيات المسلمات. إذا من باب أولى يعني عندما يكون كليتشيدار أغلو يعني صاحب أيديولوجيا مضادة لهذا التوجه، ولطالما كانت لديهم حروب طويلة المدى على مستوى أمام المحافظين، لا يعقل أن يكون يعني كليتشيدار أغلو يقرأ المشهد كمصلحة والسعادات الذي هو امتداد لنجم الدين أربكان والذي عانى معاناه على مستوى لأنه تيار محافظ أن يقف ضد مطالب تصب في مصلحة الشعب المحافظ والثقافة الشعب التركي الذي يطمح إلى أن يكون حالة مستقرة متوازنة متصالحة مع ثقافة الشارع التركي. صحيح. طب على ذكر كليتشيدار أغلو، كيف ترى مستقبل هذا الرجل، خاصة وأن هناك مطالبات قوية داخل حزب الشعب الجمهوري بأن يتنحى عن رئاسة الحزب؟
أولا لنقولها بصراحة، عندما يكون لديك حزب حاكم وأمامه معارضة ضعيفة، فاعلم أن الحزب الحاكم سيضعف سلوكه، سيضعف أداؤه، لأنه في ذلك فليتنافس المتنافسون. يجب أن يكون هناك حالة من المدافعة. إذا كان الحزب الحاكم ليس أمامه حزب قوي، فسيكون يعني متهاونا نسبيا على أي تطوير على مستوى الحزب، على مستوى قواعد الحزب، حتى على مستوى يعني نتائج ومخرجات هذا الحزب. لذلك أنا أرى حقيقة أمر طيب وأمر إيجابي أن يكون المعارضة بحالة قوية، أو يعني تحصن نفسها، لا أن تتهالك وتضعف. قد يفسر البعض أن هذا الأمر وكأنك تريد أن يشعر الشعب التركي من جديد في ضغوطات في انتخابات قادمة. أرى أن هذه مصلحة، وأن هذا التجاذب وهذه المدافعة هو الذي يرفع من تركيا إلى الأعلى. هذا واحد. الأمر الثاني، أنا أعتقد أن المعارضة في السابق كان خطابها هو معاداة أردوغان، وهذا الخطاب أعتقد قد يكون مبررا لحظة الانتخابات، ولكن لن يكون مبررا طوال 5 سنوات هي مرحلة رئاسية يتم استثمارها من قبل رجب طيب أردوغان. على المعارضة الآن أن تعي أنها يجب أن تقدم مشروعا سياسيا خدميا اجتماعيا يكون متصالح مع ثقافة الشعب، متفاعل بشكل إيجابي على مستوى أماكن قد يكون له دور تنفيذي، بلديات أو ما شابه محليات، ولكن أن يكون منشغلا بحالة احتراب داخل على مستوى الحزب، فهذا أمر يسيء إلى المعارضة وقد يضعف من حالة المعارضة. الآن حزب الجهبي على وجه التحديد هو حزب شئنا ولا أبينا كان حزب حاكم لفترة طويلة في المرة الماضية، وله يعني حالة من التمترس، ولديه حاضنة خاصة به متمترسة، يعني في حالة استقطاب كامل، لا تنزل يعني معدل أصواتها. نعلم جميعا أن حزب الجهبي لديه شعبية حوالي 20-24%، هؤلاء يصوتون للجهبي على كل شيء يعني في أي مجال. الآن هذا الجهبي إذا كان دخل في حالة احتراب داخلي على مستوى الإدارة والتنظيمات، فهذا الأمر سيخلق شرخا على مستوى القواعد الحزبية. ولكن الذي حصل في الفترة الماضية كانت هناك انقسامات على مستوى الحزب لم تؤثر بالشكل الكبير، وسيما إذا لاحظنا أن من انقسموا عن حزب الجهبي أصبحوا خارج المعادلة السياسية، محرم إنجا على وجه التحديد. الآن هل سيكون حزب الجهبي هو الحزب الثاني في قادم من الأيام في انتخابات 2028؟ قد يكون هذا الأمر محك طويل المدى، لا نستطيع أن نحكم عليه الآن، ولكن صعود التيار القومي اليميني بات واضحا على انقساماته، سواء مهبي أو إي بارتي أو حتى سينان أوغان من خلال الأصوات التي صوتت له حوالي 5%. أعتقد أن هناك حالة تنافس، الأكبارتي وهو حزب حاكم يطور الدستور أو يخلق دستورا جديدا يحاول أن يخدم البلاد 5 سنوات بشكل إيجابي ليصوت له في قادم الأيام أيضا، ولكن هناك 3 توجهات ستكون حاضرة: توجه الجهبي، وتوجه القوميين، وتوجه التيار المحافظي الذي بدأ صغيرا الآن بغض النظر عن نسبته داخل حزب الأكبارتي، أتكلم عن يعني التيار المحافظ في داود أغلو والتيار المحافظ في بابجان والسعادات، وأيضا لا ننسى اليني رفاه فتح أربجان. كل هؤلاء سيصعد أيضا لهم نجم ولديهم فرصة 5 سنوات ليستقطبوا مزيدا. إذا 3 اتجاهات تتنافس فيما بينها، إذا كانت لديها مشاريع سياسية ستحسن من أدائها سيصعد البعض على حساب البعض. الجهبي الآن لديه مخاط كما ذكرنا على مستوى نتائج الانتخابات كانت فاشلة، وأيضا هناك نوع من التجاذب ما بين قيادات القديمة الراديكالية لديهم وبعض القيادات الجديدة. أعتقد أن القيادات القديمة لا تزال تمسك يعني بالأمر بشكل أكبر. أكرم إمام أوغلو أمامه توجهان، إما أن يكون منصان إلى توجه القيادة القديمة كليتشيدار أوغلو واجهة لها، أو يكون حالة استفزازية ويتكلم بالتغيير ويتكلم أنه يجب أن يكون متصالح مع رغبة المواطنين في التغيير، ولكن لن يستطيع أن يسيطر على حركة داخل الجهبي، وبالتالي عليه أن يخرج هو وتياره إلى خارج مظلة الجهبي لتشكيل حزب جديد قد يكون لديه فرصة أيضا. هذه كلها أمور قد تكون مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات 2024 البرلمانية البلدية عفوا. أعتقد أن انتخابات البلدية الآن هي التي يعني تحاول أن تجمع المعارضة فيما بينها. هل ستنجح؟ الأمر سؤال مطروح خلال 10 أشهر. انتخاب البلديات ليست مؤشرا بسيطا سواء على حزب العدالة والتنمية أو حتى على المعارضة، وخصوصا في البلديات للمدن الكبرى إسطنبول وأنقرة.